تحية وأجمل تحية متابعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء أينما كنتم، وأعضاء اللجان الميدانية والمتابعين والمهتمين بالمتابعة والتنظيم والانطلاق. في هذه اللحظات أعلنوا عن دفعة جديدة وشوط آخر يتجدد بين الحين والآخر، الشوط الثالث خصص لفئة الأبكار مع الثلاثة كيلومترات التي سنتابعها في خط سيرنا، ونعلن 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 عن من على المقدمة. يا بن رشيد يا بن كعيب يا بن رشيد، من أصبحوا اليوم وهم يتصارعون على المركز الأول من الشوط الرئيسي وإلى الشوط الثالث وهم في حنة ورنة على المركز الأول. بن رشيد وبن كعيب في موقع ريادي أو سيادي على المركز الأول، أما المركز الثالث يأتينا المركز الثالث من يتواجد ثالثا أشوف مجتهدة ومحمد بن علي بن كليب، أما المركز الرابع بن كليب أيضا مع سلهو بن كعيب مع سلهودة على المركز الرابع، والمركز الخامس أشوف هناك برمجة العلي بن سعيد بن صرود من يقدم لنا برمجة على المركز الخامس. هذه الخمسة المراكز الأولى. الناموس يا جماعة وين بيذهب؟ الناموس وين بيصير؟ هل هو عند بن كعيب أو بن رشيد أو بن صرود أو من يشاركنا هنا في هذا الشوط؟ أشوف بن كليب بدأ ياخذ زمام الشوط، بدأ ياخذ المركز الأول مع اللي هي لبه ومجتهدة مجتهدة ومجتهدة بكل طاقته على التحدي في هذا الشوط. محمد بن علي بن كليب الاجتبي من يقدم لنا اللي هي المجتهدة في أول المراكز وأول المواقع، أما المركز الثاني يحرك أبو عبد الله، سلهودة تتحرك لحميد بن كعيب الفلاسي من يقدم لنا سلهودة في ثاني المراكز. الخوف من البرمجة، الخوف من برمجة، أخاف الناموس يصير مع برمجة تتبرمج في اللحظات الأخيرة وأيضا تأخذ زمام الشوط. وشوف عينها، عينها تعطيك نظرات قوية، تعطيك نظرات قوية قادمة بشعار علي بن سعيد بن صرود من يقدم لنا برمجة على المركز الثالث والمركز الرابع. فهنا ايضا سلهوده لحميد بن كعيب بدا يحرك، يحرك مياسه المركز الخامس. فهنا لبى لمحمد بن سلطان بن رشيد، هذه الاسماء، هذه الاسماء التي نتابعها، التي نتابعها. يا سلام يا سلام، تروح مجتهده ولكن برمجه، برمجه حذرنا وانذرنا وخبرنا وقلنا انها هي صاحبه الشوط، بدات تقترب، بدات تقترب، الطوف وتعدي من موقع إلى موقع، من مركز إلى مركز، وبدأت أيضا تربك المقدمة تأخذ أيضا نصيبها من هذه المعركة. أشوف الشوط بدأ بالحرارة، الشوط بدأ بالحرارة والإثارة، ونحن أيضا مستعدين، مستعدين بكل طاقمنا لهذه الإثارة. تتقدم برمجة، تتقدم في هذه اللحظات بشعار علي بن سعيد بن صرود من يقدم لنا برمجة في اللحظات الأخيرة بدون أي تكليف، بدون أي أوامر. تشلها الغيرة على المركز الأول، تشلها الغيرة على المركز الأول. تتراجع مجتهدة إلى المركز الثاني لمحمد بن علي بن كليب من يقدم لنا المجتهدة، ولكن برمجة. يلا يا أبو سعيد، يلا يلا يا أبو سعيد، يلا طلع العصم الإبطان، العصي قوس، العصي قوس بين مجتهدة وبرمجة. الصراع 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 الصراع، يلا هنقول واحد اثنين ثلاثة، ثلاث عدوا وانزلوا، قالوا اثنين، واحد صفر، واحد صفر، واحد صفر. روح يا بصرود، روح روح، لأنه أي غلطة منك نعم تسحبك إلى المركز الثاني، لأن الخطورة ما زالت غايمة، الخطورة ما زالت غايمة من مجتهدة تتابعك خطوة بخطوة، ترافق خطوة بخطوة. ولكن برمجة، برمجة ما زالت متسيدة بدون تعليمات. يحرك بن كليب، يحرك، يحرك بن كليب، يحرك، وبن صرود أبدا ما حرك إلى هذه اللحظات. الميتين الميتين الميتين، وتروح برمجة في المحافل. نعم لي ما داني نقول صوت أو زقر تيفل من الآلي إظلاله اللي تقدم الأول الفجر، والشوط الشوط مع برمجة. سلام سلام يا نزوة، سلام سلام لعلي بن سعيد أبن صرودة. وفوتو فنش، فوتو فنش، فوتو فنش، ما نقدر نهني. يا حسن منو اللي فاز؟ حسن يقول فوتو فنش.
فوتو فينش بن كليب وهو بن صرود على المركز الاول، المركز الثاني الثالث الهود حميد بن نكعيب، والمركز الرابع البن صوية حظني، الخامس اللي بن ضبيعة. اما نتيجة المركز الاول والثاني مراقب الخط يقول انا ما اقدر احكم عليهن، ونحن ما نقدر نحكم عليهن على الاخوة مراجعة لجنة التحكيم، على الاخوة مراجعة لجنة